بس بالنسبه للفاميلي بلاننج، يعني ايه اصلا كلمه فاميلي بلاننج؟ فاميلي بلاننج معناها ان احنا بنعمل بريفنشن للكونسبشن باي طريقه اكسبت ابسنس اوف سيكشوال انتركورس. كلمه اسمها ابستنس دي معناها ابسنس اوف سيكشوال انتركورس، يعني عايزين نمنع الكونسبشن، يعني نمنع ان يحصل اصلا اي خلفه باي طريقه ما عدا ابسنس اوف سيكشوال انتركورس. تمام. طب ايه الايم بقى؟ يعني ايه فايده الفاميلي بلاننج؟ فايده الفاميلي بلاننج كلام تاليف بقى، يعني عايزين تنظيم الاسره، نظام ايه الفكره منه؟ اول حاجه نمنع الاوفر بوبوليشن، نمنع يعني نعمل بروبر بريجننسي سبيس عشان الامراض او اي حاجه تيجي للام. بعد كده نمنع اللي هو البريجننسي، يعني عشان يعني نقلل البريجننسي على قد ما نقدر عشان الاعداد الكتير. بعد كده في حاجه اسمها بيتر نيوتريشن وادوكيشن. ده كده اللي هو الايم، يبقى عرفنا الفاميلي بلاننج والايم بتاعه. لو جيت تعريف الفاميلي بلاننج بنكتب معاه الايم بتاعه، يعني الاثنين دول بيكتبوا مع بعض. تمام. طيب يبقى قلنا التعريف وقلنا الايم. الايم كان اربع حاجات: بنمنع الاوفر بوبوليشن، بنعمل بريجننس سبيسنج، بنمنع البريجننس لما يكون كونتر انديكيشن، وبعد كده لو كان في خطوره على الام يعني، وبعد كده بيتر نيوتريشن وادوكيشن. طب ايه بقى الميثودز بتاعت الكونترسبشن؟ عندنا اكتر من طريقه. اول حاجه اسمها ناتشرال فاميلي بلاننج، وده في سؤال نظري مهم. الناتشرال فاميلي بلاننج اهم سؤال فيه هو الفاميلي اللي هو الفيرتيليتي اويرنس ميثود. ده سؤال نظري مهم. هكذا في حاجه اسمها كويتس انتربتس، هكذا في حاجه اسمها لاكتيشنال امينوريا ميثود، والكلام اللي هنا سهل وهنعرف نالفه. بعد كده في حاجات هرمونال، ودي اللي هنتكلم عليها اللي هي الكونترا اللي هي البي بي اللي هو البي او بي واللي هو سي 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 او ماشي او سي او سي. بعد كده في حاجه اسمها انترا يوترين كونتراسبتيف ديفايس، وفي بارير. بصوا الانترا يوترين كونتراسبتيف ديفايس والبارير الاثنين دول مع بعض حاجات ميكانيكال، يعني عندنا في حاجات ميكانيكال، يعني مكتوب عندكم حاجات بارير. البارير ديت هي الميل كوندوم، الفيميل كوندوم، الفاجينال دايفرام، الفاجينال سبونج، يعني الصفحه الاولانيه دي كلها تقسيم، واحنا نشرح الكلام ده كله. بس اهم حاجه تكتبوا عند الانترا يوترين كونتراسبتيف ديفايس والبارير، دي حاجات ميكانيكال. بعد كده في حاجات كيميكال، يعني اكيد احنا هنستخدم مواد كيميكال تموت السبرمات، ففي حاجات كيميكال سبرميسايد هنشرحها. بعد كده في حاجات اسمها استرلايزيشن، ميل وفيميل استرلايزيشن، اللي هي كان ربط نربط الفالوبيان تيوب او نربط الباس ديفرنس. في حاجات ريسنت بقى، هنبدا الاول بشرح حاجات ريسنت، لان ديت كلمتين. ايه الريسنت؟ في حاجات اسمها ميل بيلز، ميل بيلز دواء كان اسمه جوسي بول، فاكرين شرحناه فين؟ جوسي بول يوم الخميس. بس بقول ده كان من ضمن الحاجات اللي تعمل حاجه اسمها سودو مينوبوز، يعني عشان كان بيستخدم في التريتمنت بتاع الاندومتريوز. البتاع ده بيكتبوا عنده كده ان هو بيعمل حاجه اسمها سبرماتوجينيس، يعني بيمنع السبرماتوجينيس، يعني الميل بيلز بتمنع السبرماتوجينيس، زائد ان هو بيستخدم في التريتمنت بتاع الاندومتريوز. معلومتين عنه بس. يبقى الميل بيلز اسمه جوسيبول. بعد كده في دواء اسمه اللي هو الميفيبروستون، في دواء بعد كده اسمه يبقى الميل بيلز. احنا دلوقتي بنتكلم عن تقسيم بس اللي هي الكونترسبشن، يعني حاجات وسائل اللي هي الكونترسبشن. في دواء اسمه ميفيبروستون، ده بيشتغل كانتي بروجسترون، وفي اللي هو بروجسترون انتاجونست. يعني في حاجات اسمها ايمونولوجيكال ميثود، ايمونولوجيكال ميثود ديت ان هم دي حاجات اندر ترايل، يعني هم عايزين يدوا حاجه اسمها انتي سبرم فاكسين عشان يمنع اللي هو الفيرتيليتي. في حاجه اسمها انتي اتش سي جي فاكسين، اكيد الانتي اتش سي جي فاكسين هيتاخد للست والانتي سبرم فاكسين هيتاخد للراجل. تمام. احنا كده يا جماعه بس عشان نبدا ناخد كل واحده ونشرحها، قلنا يعني فاميلي بلاننج معناها بريفنشن للكونسبشن باي طريقه اكسبت اللي هي الابستنسز اللي هي معناها ابسنس اوف سيكشوال انتركورس. ولو جيت تعريف بكتب معاه الام بتاعه. انا ليه بعمل حاجه اسمها فاميلي بلاننج؟ عشان امنع اللي هو الاوفر بوبوليشن، عشان اعمل حاجه اسمها بريجننسي سبيسنج، امنع البريجننسي لو كان كونتر انديكيشن، وبيتر نيوتريشن وادوكيشن. بعد كده ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل حاجه اسمها اللي هو الفاميلي بلاننج؟ اهم حاجه بصوا احنا هنعلم على الحاجات اللي بيجي فيها سؤال نظري. اللي بيجي فيها سؤال نظري اللي هو الناتشرال فاميلي بلاننج، ده مهم نظري. والهرمونال اكيد لازم يجي فيه سؤال نظري. وفي يعني انا دلوقتي اللي هنشرح فيه سؤال نظري اللي هو الناتشرال فاميلي بلاننج والهرمونال. الانترا يوترين كونترسبتيف ديفايس ها ممكن يجي فيه سؤال. وفي سؤال تجميع في الاخر اسمه بوست كويتال كونترسبشن، ده برده ممكن يجي سؤال مهم نظري هتلاقوه في الاخر خالص. فاحنا دلوقتي بنركز بقى على شرح النظر الاول. هنبدا الاول بحاجه اسمها ناتشرال فاميلي بلاننج. ايه بقى هي ناتشرال فاميلي بلاننج؟ بتشمل ثلاث حاجات: حاجه اسمها فيرتيلتي اويرنس ميثود، حاجه اسمها كويتس انتربتس، وحاجه اسمها لاكتيشنال امينوريا ميثود. كل واحد فيهم هتكلم على تعريفه ايه؟ لا ما هو دول هشرحهم في الاخر، يعني هتلاقوا عندكم شويه اندكس كده هنقولهم في الاخر خالص.
كل واحد فيهم في الحاجات اللي احنا بنشرحها قلت تعريفه وقول الميكانيزم بتاعته بيتعامل ازاي، ايه الادفانتج بتاعته وايه هي الديس ادفانتج بتاعته، والطريقه طريقه اللي هي الكونترسبشن بتبقى عامله ازاي. طيب الفيرتيلتي اويرنس ميثود دي ايه الديفينيشن بتاعها؟ هي من اسمها انا مش هستخدم اي حاجه من بره، انا هي اسمها فيرتيلتي اويرنس ميثود، هلعب على السايكل. هو السايكل كانت كام يوم؟ مش 28 يوم، اول 14 يوم كان بيتحكم فيهم الاستروجين، وال14 يوم التانيين في اليوم ال14 بقى كان مين اللي بتطلع؟ الاوفم، يعني بيحصل اوفيوليشن في اليوم ال14 صح؟ فكلمه فيرتيلتي اويرنس ميثود احنا هنخلي البنت تعمل افويدنس للسكشوال انتركورس في اليوم ال14، لان هي في اليوم ال14 بتبقى فيرتايل يعني الاوفم بتطلع. فقالوا تعريف الفيرتيلتي اويرنس ميثود يعني هجيب البنت كده واعلمها السايكل واقول لها ان في اليوم ال14 بيطلع عندها الاوفم وكده هيحصل حاجه اسمها فيرتيليتي، فلازم تتجنبوا السكشوال انتركورس في الميد سايكل. فتعريف بقى اللي هو الفيرتيلتي اويرنس ميثود معناها ايه؟ معناها فولنتري افويدنس للسكشوال انتركورس ديورنج الفيرتايل فيز اللي هو الميد سايكل، يعني يقصد اليوم الكام؟ ال14. طب ايه الميكانيزم بقى؟ هنعلم البنت دي ثلاث حاجات. هقول لها ان الاوفيوليشن بيجي 12 ل 16 يوم قبل النكست سايكل، يعني هي دلوقتي مثلا نزل عليها دم، هو ليكن الدم قعد 5 ايام، فالخمس ايام دول اللي هو نزل فيها الدم هجمع عليهم المفروض 23 يوم عشان يبقى كده 28 يوم، فالمفروض هي متوقعه بعد 23 يوم هيجي لها منستريشن جديد. انا اقول لها بقى ان يعني انت مثلا نزل عليك الدم وليكن يوم 1/1 مثلا، هيفضل الدم لحد يوم 6/1، هتجمعها على الستة ديت 23 يوم صح؟ هجمع على الستة قصدي 22 يوم، فتوصل مثلا لليوم 28، يعني هي يوم 28/1 او يوم 29/1 هيجي لها دورة جديدة، هتطرحي من 29 دول 12 ل 16 يوم وتقول لها اوعي في ال 12 ل 16 يوم اللي انت طرحتيهم من 29 دول يحصل سيكشوال انتركورس. يبقى انا علمتها ثلاث حاجات، قلت لها الاول ان الاوفيوليشن بيحصل من 12 ل 16 يوم قبل النكست سايكل، وده اسمه رول اوف اجنو، رول اوف اجنو ان هو ان الاوفيوليشن بيحصل من 12 ل 16 يوم قبل النكست سايكل، واقول لها ان الاسبير بيبقى يعيش، يعني الاسبير بيفضل عايش لمده يومين لثلاث ايام، والاوفم بتموت بعد كام يوم؟ بعد 24 ساعه. هي دلوقتي هتحسب اليوم بتاع اللي هو الاوفيوليشن اليوم اللي هتطلع فيه الاوفم، وممنوع اللي هو يحصل فيه سيكشوال انتركورس. طب ايه بقى الميثود؟ هي هتحسب ازاي اللي هو الاوفم اصلا اليوم اللي بيطلع فيه الاوفيوليشن؟ عندنا فيه اربع طرق. اول طريقه اسمها كاليندر او ريزم ميثود، الطريقه الثانيه اسمها بيزل بودي تمبريتشر، بعد كده في حاجه اسمها اللي هو سيرفايكال ميوكس، في حاجه اسمها سيبتومز ثيرمال ميثود، ناخدهم بقى واحده واحده ونتكلم عليهم كده. اول حاجه اسمها كاليندر او ريزم ميثود، البنت بتسجل من 6 ل 12 سايكل، يعني اخلي البنت دي تسجل من 6 ل 12 سايكل تمام، وبعد كده بعرف اطول سايكل قعدت قد ايه واقصر سايكل قعدت قد ايه، يعني انا بعرف الشورتست واللونجست، يعني انا دلوقتي حسبت 6 سايكل وليكن سايكل قعدت 28 يوم، سايكل قعدت 27، سايكل قعدت مثلا 22، فانا هشوف مين الاقصر ومين الاطول عشان انا عايز اعرف اجيب انا سايكل معينه، يعني انا هجيب كاني بالظبط فاكرين في الكومنت ما كنت بجيب مين اللي هو المتوسط بتاعهم، فانا هجيب اطول سايكل واقصر سايكل واروح جاي. هحسب اول يوم ازاي؟ اول يوم هروح قايل عدد ايام اقصر سايكل ناقص 18، طيب اخر يوم في السايكل هقول عدد ايام اطول سايكل ناقص 11. تاني انا دلوقتي انا مثلا البنت عندها سايكل عدد 28 يوم، سايكل عدد 27، سايكل عدد 26، في سايكل عدد 23، وسايكل مثلا عدد 28 كمان ايه، وسايكل عدد 26، انا كده سجلت كام سايكل؟ 6. مين اطولهم؟ ال 28. مين اقصرهم؟ ال 23. انا بقى عايز احسب الدوره كمين، عايز اجيب دوره عندها هي تبقى ديت المين بتاعت الدورات دي كلها، فانا هجيب اول يوم ازاي اللي هو الفيرست دي، واجيب اللاست دي ازاي؟ الفيرست دي بروح جايب كده اقصر سايكل ناقص 18، طب اخر يوم اقصر سايكل ناقص 11، مين اقصر سايكل عندنا هنا؟ 23. طب مين اطول سايكل؟ 28، فراح قال 23 ناقص 18 بتساوي كام؟ 5، والبتاع اللي هو ال 28 ناقص 11 بيساوي 17، من يوم الخامس يعني من يوم الخامس لليوم اللي هو ال 17 ده ممنوع اللي هو يحصل حاجه اسمها سكشوال انتركورس، عشان ممكن الاوفيليشن يحصل في اي حاجه ما بين الاثنين دول. خلاص؟ دي اسمها كاليندر او ريزم ميثود، فهمتوها؟ يبقى دي اسمها فيرتيلتي اويرنس ميثود. هل انا استخدمت اي ادويه من بره او استخدمت اي حاجه من بره؟ لا، دي كلها حاجات بتعتمد على الفسيولوجي، اللي انا اعرف الفسيولوجي.
يبقى الفيرتيلتي اويرنس ميثود معناها اوفيولاتري افويدنس للسيكشوال انتركورس ديورنج الفيرتال فيز اللي هو في الميد سايكل. طب اعرفه ازاي؟ عرفت ثلاث حاجات. عرفت ان الاوفيليشن بيحصل من 12 ل 16 يوم قبل النيكس سايكل وكان اسمه رول اوف اجنو. عرفت ان السبرم بيبقى عايش لمده يومين لثلاث ايام والاوفم بتموت بعد 24 ساعه. الميثود اللي عندنا اربع حاجات. رقم واحد اسمها كالندر او بيزنس ميثود، انت بتسجل ست دورات وبعرف اطوالهم واقصرهم. احسب اول يوم ازاي؟ اروح قايل كده اقصر واحده ناقص 18، طب اخر يوم اطول واحده ناقص 11. الفتره اللي جت اللي انا حسبتها من اليوم الخامس مثلا لليوم ال 17 زي ما احنا حسبناها كده يا حنين ما بنعصبش ولا تركوش. طب في حاجه اسمها بيزا بودي تمبريتشر، فاكرين السايكل احنا لسه بنتكلم من شويه ان السايكل بيتقسم نصين، النص الاولاني مين هرمون المسيطر والنص التاني مين اللي طالع؟ طب البروجسترون. بص يا اسراء، في اليوم ال 14 بتطلع الاوفن والجريفيان فورك اللي بتتحول لكوربس ليوتيام يبدا يطلع بروجسترون. هل البروجسترون بيبدا يزيد في اليوم ال 14؟ لا، موجود بس هو موجود بس بيوصل اعلى حاجه ليه في النص الثاني من النص الثاني، يعني في نص النص الثاني، يعني في اليوم ال 21. تمام. طيب انا بقول للبنت دي بقى، بقول لها انت المفروض عندك في النص الثاني من الدوره بيطلع هرمون اسمه البروجسترون وكان له حاجه اسمها سيرموجينيك افكت. سيرموجينيك يعني بيعمل ايه في درجه الحراره؟ بيعلي درجه الحراره. فبيقول فاقول لها كده ان انت بتبقي فيرتايل لمده 3 ايام قبل ما درجه الحراره تزيد. هي البنت يعني اصل المفروض اسمعوا بس واحده واحده. المفروض البنت دي في اليوم ال 14 مش طلع عندها الاوفم، هيبدا البروجسترون يطلع. البروجسترون ده اول ما بيطلع بيرفع درجه الحراره. البروجسترون اول ما يطلع اكيد مش هيطلع من اليوم ال 14 لحد ما الكوربس لوتيام والكلام ده كله، لا هي قبل. ركز يا صابر. المهم في اليوم ال 14 بيحصل اوفيليشن وبيطلع هرمون اسمه البروجسترون. البروجسترون ده بيعمل ايه في درجه الحراره؟ بيرفع درجه الحراره. فقال ان البنت بتبقى فيرتايل من 3 ايام بعد زياده اللي هي التمبريتشر. اصل هو اول ما البروجسترون يطلع معناه ان هو حصل اوفيليشن. فقلنا البنت دي اول ما درجه حرارتك تبدا تعلى انت بتبقي فيرتايل لمده 3 ايام، فممنوع يحصل حاجه اسمها سيكشوال انتركورس. يعني البنت في الحاله دي لو انا عايز الخصها بالعربي، البنت يحصل معاها سيكشوال انتركورس لما تسخن ولا لما درجه حرارتها تقل؟ يعني جاوب على السؤال ده. يعني البنت تعمل سيكشوال انتركورس وهي سخنه كده يعني درجه حرارتها تبقى عاليه ولا لا؟ لا، اصل هي لو عملت سيكشوال انتركورس وهي درجه حرارتها عاليه معناها ان هي فيرتايل، معناها ان هو هيحصل حمل، فلازم يعمل افويدنس لما درجه حرارتها تعلى بعد 3 ايام، تمنع 3 ايام اول ما درجه حرارتها تزيد. هتلاقي حاجه اسمها سيرفايكال ميوكوس او حاجه اسمها بيلينج ميثود. المفروض اصلا في النص الاولاني من الدوره كان مين الهرمون المسيطر؟ الاستروجين، والنص الثاني البروجسترون. فاكرين من الفسيولوجي كان الاستروجين بيعمل ايه في السيرفايكال ميوكوس؟ كان بيخلي حاجه اسمها ووتري فيوز. والبروجسترون كان بيخليه سك وفيسد وسكانتي. تمام؟ ده الكلام اللي كان بيتقال في الفسيولوجي. لا، ده الدوره ديت بيعدي فيها السيرفايكال ميوكوس باربع مراحل. الدوره دي بيعدي فيها السيرفايكال ميوكوس باربع مراحل. هنقسمها ازاي؟ هنقسمها اسابيع. يعني انت مش الدوره ديت اربع اسابيع. في الاسبوع الاولاني بيكون الليفل بتاع الاستروجين لسه قليل شويه، فبيكون السيرفايكال ميوكوس دراي، هو لسه الاستروجين قليل شويه. بعد كده بعد ايام يبدا الاستروجين يزيد، فالسيرفايكال ميوكوس الدراينس اللي كان فيه يختفي، يعني الدراينس ده يقل. بعد كده يوصل في اليوم ال 14 الاستروجين البيك بتاعته، فيبدا السيرفايكال ميوكوس يبقى ويت، يعني السيرفايكال ميوكوس يبقى ويت. بعد كده مين الهرمون اللي هيطلع بعد اليوم ال 14؟ فيرجع السيرفايكال ميوكوس يبقى دراي. يعني ازاي يبقى في الاسبوع الاولاني يا حنين السيرفايكال ميوكوس كان دراي؟ ليه؟ لان الاستروجين لسه الليفل بتاعه قليل شويه. هاجي في الاسبوع الثاني يبدا الاستروجين يعلى شويه، فالدراينس ده يقل يختفي. يجي بقى في اليوم ال 14 اللي هو اليوم الاوفيليشن يوصل الاستروجين الليفل بتاعه العالي قوي، فالسيرفايكال ميوكوس يبقى ويت، لان معناها ان الكوبيا سيكريشن اللي هو الووتر ديت بقت زايده، فالسيرفايكال ميوكوس بقى ويت. بعد اليوم ال 14 يطلع البروجسترون فيخلي البتاع ده يبقى دراي. تتوقعوا يحصل سيكشوال انتركورس في انهي ايام؟ الايام اللي فيها السيرفايكال ميوكوس يبقى ويت ولا دراي؟ عشان امنع الحمل. يحصل سيكشوال انتركورس في الايام الويت ولا الدراي؟ اصل اليوم الويت ده يا حنين هو اليوم اللي بيحصل فيه الاوفيوليشن، يعني الايام اللي بيحصل فيها الاوفيوليشن بتبقى سيرفايكال ميوكوس ويت، عشان كده سيكشوال انتركورس يحصل في الايام الدراي. يبقى دي طريقه اسمها سيرفايكال ميوكوس واسمها البيلينج ميثود. السيرفايكال ميوكوس بيعدي كام مرحله؟ اربعه. مين هما بالترتيب؟ اول مرحله كان السيرفايكال ميوكوس ايه؟ دراي. بعد كده الدراينس اختفى، بعد كده بقى ويت، يرجع تاني يبقى دراي. المفروض ممنوع السكشوال انتركورس في الايام الويت.
اخر بقى طريقه اسمها سيبتومز سيرمال ميثود. يعني ايه سيبتومز سيرمال ميثود؟ يعني هو يعمل كومباينيشن لحاجتين مع بعض، بيعمل كومباينيشن مكتوب عنده كده اللي هو بيعمل كومباينيشن لحاجتين اسمها سيبتومز سيرمال ميثود او اسمها دبل تشيك ميثود. عشان البتاعه اسمها دبل تشيك ميثود اللي هو بيضم طريقتين مع بعض. طيب من غير بقى ما نقرا اي حاجه، ايه الادفانتج بتاعت البتاعه دي؟ يعني ايه الحاجه الحلوه اللي فيها مثلا؟ ايه الادفانتج بتاعتها؟ هل انا استخدمت اي ادويه من بره؟ بص طالما حاجه انت ما استخدمتش في حاجه من بره يبقى البتاعه دي بتبقى افيلابل، بتبقى ايزي، بتبقى سيف، وفي نفس الوقت اللي هي ما بتعملش ديستربنس الفيسيولوجي. هل انا استخدمت اي ادويه من بره عشان ابوظ السايكل؟ لا، ده انا بمسك السايكل ديت وادرسها واشوف الايام اللي ممنوع فيها يحصل سيكشوال انتركورس. يبقى البتاعه دي بتبقى افيلابل، بتبقى مورلي اكسبتابل، وبعد كده بتبقى سيف ونوت ديستربنس في الفيسيولوجي. طب ايه الديس ادفانتج بتاعتها؟ 3 ان و2 اف. الديس ادفانتج 3 ان و2 اف. هل البتاع دي تمنع السيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ هل البتاع دي منعت السيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ بصوا يا جماعه، اي حاجه هقولها في الكونترسبشن كلهم ما بيمنعوش السيكشوال ترانسميتد ديزيز ما عدا البارير. ما هو الميل لو لابس كاندم او الفيميل كاندم او الكاندم كله، فالحاجات دي كلها هتمنع السيكشوال ترانسميتد ديزيز. فالبتاع ده اول حاجه نو سيكشوال ترانسميتد ديزيز بروتكشن، ده حرف الان الاولاني نو سيكشوال ترانسميتد ديزيز بروتكشن. الان الثانيه اللي هي محتاجه نيد كوبريشن، يعني محتاجه تعاون مع جوزها، تمام. الان الثالثه هو البتاع ديت مش هينفع اطبقها الا لما تكون الدوره عند البنت منتظمه، لان البنت بتحسب اطول دوره واقصر، يعني الدوره عندها منتظمه تبقى ريجولار سايكل، يعني نوت ابلاي اكسبت ان ريجولار سايكل. طب في اتنين بحرف الاف، والاتنين اللي بحرف الاف هيتكرروا معانا في كل وسائل الكونترسبشن. رقم واحد البتاع ديت فيها هاي فيرتيليتي ريت، يعني ممكن يحصل فيها فيرتيليتي. لان الثالثه اللي هي او كانت بي ابلاي اكسبت ريجولار، يبقى نوت ابلاي. خلاص نوت ابلاي، يبقى انا عندي ثلاثه بحرف الان يا اسراء. لان الاولانيه هي نيد كوبريشن، لان الثانيه نو سيكشوال ترانسميتد ديزيز بروتكشن، لان الثالثه نوت ابلاي الا في ريجولار سايكل. طب في اتنين بحرف الاف، ودول اللي انا سبتهم في الاول، كان في شويه اندكس كده في الاول هنرجع لها في الاخر. الاثنين اف دول هيتكرروا في كل حاجه. رقم واحد ان هي ممكن يحصل فيرتيلتي عادي، ده حرف الاف الاولاني. الحاجه الثانيه ان فيها حاجه اسمها هاي فيلير ريت، يعني البتاعه ديت فيها عوامل فيلير كتير. يبقى كده عندي 3 ان و2 اف، تمام. يبقى الاثنين اف ان البتاعه دي فيها هاي فيلير ريت، الاف الثانيه ان علامات الفيرتيلتي اصلا ممكن ما وصلهاش، يعني ممكن البنت ديت ما تحس عليها ان هي درجه حرارتها عاليه عادي، مش هقول لها شوفي درجه حرارتك، شوفي السيرفايكال ميوكس، فهي ممكن ما تعرفهاش اصلا، تمام. ده كده الاول طريقه، وده سؤال نظري. يبقى انا شرحت الاولاني، ده النظري اللي اسمه فيرتيلتي او ميس ميثود. طب اللي بعد كده في حاجه اسمها لاكتيشنال امينوريا ميثود. لاكتيشنال امينوريا ميثود اكتبوا عندها بقى كده، لو جه سؤال اسمه لاكتيشنال امينوريا ميثود هنكتب كلمتين عن الهايبر برولاكتينيميا، هنكتب كلمتين عن درس الهايبر برولاكتينيميا. ده لو جه سؤال ب 10 درجات اللاكتيشنال امينوريا ميثود لازم نشرح الاول كلمتين عن الهايبر برولاكتينيميا. هو البرولاكتين ده اصلا برولاكتين كان بيعمل ايه اصلا؟ يعني ليه الست اللي بترضع عندها امينوريا؟ انتي استروجينيك في ريليس والاكشن. البرولاكتين ده بيشتغل كانتي استروجينيك، هو بيعمل ايه؟ بيقلل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي طالع من الهايبوثالاموس. والحاجه الثانيه بيقلل استجابه الاوفري للجونادوتروبين، يعني بيقلل استجابه الاوفري للاف اس اتش والال اتش، فكده الاوفري مش هيطلع استروجين، وبالتالي الاستروجين لما طلعش يبقى كده مش هيحصل سايكل اصلا. يبقى اللاكتيشنال، طب دي حاجه بيرمننت ولا حاجه تمبرري؟ هل الست هتقعد طول حياتها ترضع؟ يبقى البتاعه دي تمبرري، فالبتاعه دي اسمها تمبرري كونتراسبشن فور بوست بارتم امينوريا. لو انتوا فاكرين كان في سؤال في الامينوريا اسمه بوست بارتم امينوريا، كان من ضمن اسبابه لاكتيشن. طب ايه الميكانيزم؟ الميكانيزم احنا قلناه. الميكانيزم ده هو محتاج الاول ان الست دي هتعمل ريجولار بريست فيدنج وزود اي سبلمنتيشن من بره، يعني لازم تبقى بترضع بس، مش جايبه اي حاجه من بره. عشان كده لما نيجي للديس ادفانتج هنقول ان البتاع ده مش حلو للستات اللي ما عندهاش لبن. ما لو الست ما عندهاش لبن اكيد هتلجا لحاجات من بره، فالبتاع ديت ما بقتش حلو. يبقى لازم الست تعمل ريجولار بريست فيدنج. الحاجه الثانيه في الميكانيزم ان مع البرولونجد لاكتيشن بيزيد البرولاكتين، فلو زاد البرولاكتين هيعمل حاجتين احنا لسه قايلينهم، بيقلل الجلوتامين ريليزنج هرمون وبيقلل السنسيتيفيتي بتاعه الاوفر ليهم. طب ايه الادفانتج؟ يعني الكلام تاليف يا جماعه، يعني ايه وايه الادفانتج بتاعت ده؟ اولا بيبقى افيلابل. رقم اتنين ان لو توفرت كل الشروط
لو توفر كل الشروط البتاع ده هيبقى هايلي افكتيف بنسبه 98%. هي كل الشروط ان الست ديت تبقى بترضع بريست فيدنج وزود اي سبلمنتيشن من بره، زائد من ضمن الادفانتج بتاعته كلام اطفال، كان في حاجه اسمها في الاطفال ادفانتج وفي البريست ميلك، كانت على الطفل وعلى الام وعلى الاثنين مع بعض نقلفها بقى. طيب البتاع ده بيدي بروتكشن لاول 6 شهور بعد الولاده. البتاع ده بيدي بروتكشن لاول 6 شهور، اول 6 شهور بوست بارتم. ليه بقى؟ اصل اكيد بعد ال 6 شهور من الولاده الست مش هتفضل ترضع بعد ال 6 شهور، اكيد هتدي سبلمنتيشن من بره، عشان كده البتاع دي بقى تيمبرري. فالبتاع ده بيدي immediate protection في اول 6 شهور، عشان كده لما اجي في disadvantage هقول ان اول disadvantage فيه ان هو بيدي protection برضه لاول 6 شهور، يعني هو مش حاجه بيرمنت، حاجه ايه؟ temporary. هل ده بيدي protection against sexual transmitted disease؟ يبقى انا اي حاجه هشرحها هتقول ما بتديش protection against sexual transmitted disease ما عدا الكندوم والحاجات اللي احنا بنشرح عليها الحاجات البارين. طيب الحاجه الاخيره بقى في disadvantage هو بيبقى difficult في الست اللي هي بتعمل breast feeding وهي بتعتمد على سبلمنتيشن من بره، مكتوبه بطريقه رخمه difficult to establish full breast feeding in all women. لا مش كل الستات بتعمل breast feeding بس، اكيد بتعتمد على سبلمنتيشن من بره. يبقى اللاكتيشنال امينوريا ميثود تعرفها دي حاجه بيرمننت ولا تمبرري؟ يبقى دي اسمها تمبرري كونتراسبشن فور بوست بارتم امينوريا. الميكانيزم بتاعها عرفناه، واهم حاجه في الادفانتج هي افيلابل، بتبقى سيف لو توفر كل الشروط تبقى افكتيف بنسبه 98%. فاكتب الادفانتج بتاعت البريست فيدنج والبتاع ده بتدي immediate protection لمدة 6 شهور، يبقى الديس ادفانتج هي عيبها ان هي بتقعد 6 شهور نو سيكشوال ترانسميتد بروتكشن وفي الاخر مش افيلابل في كل الستات. بعد كده اخر حاجه اسمها كويتس انترابتس. يعني ايه كويتس انترابتس؟ يعني اساس سيكشوال انتركورس بيحصل الميل يعمل ويزدرو للبينس بيفور الايجاكيوليشن، يعني قبل ما يحصل ايجاكيوليشن يعمل ويزدرو للبينس. طب ايه الديس ادفانتج بتاعتها؟ في حاجات بتبقى عيوب على الراجل وعيوب على الست، وفي حاجه اسمها هاي فيلير ريت هنتكلم عليهم بقى واحده واحده. الراجل هو مش هو عمل ويزدرو للبينس قبل الايجاكيوليشن، يبقى كده مش هيبقى عنده ساتسفيكيشن او ساتسفاكشن، يعني بيعمل انترفير والسيكشوال ساتسفاكشن. طب على الست بيحصل عند الست حاجه اسمها بيلفيك كونجيشن، وانتوا فاكرين لما قلنا اي حاجه تعمل بيلفيك كونجيشن بتعمل ايه؟ بتعمل كونجستيف ديسمينوريا وبتعمل مينوراجيا وليكوريا. طب في حاجه اسمها هاي فيلير ريت، كلام تاليف بقى. هاي فيلير ريت ان اصلا ممكن الراجل يبقى عنده حاجه اسمها بريماتور ايجاكيوليشن. بريماتور ايجاكيوليشن. الحاجه الثانيه ان هو لاك اوف سيلف كنترول اون ايجاكيوليشن، يعني هو مش عارف يتحكم في نفسه اثناء الايجاكيوليشن. اصلا البتاع اللي هو الميوكس اللي طالع من الميل اثناء اللي هو السكشوال انتركورس بيبقى فيه شويه سبرم، يعني مش شرط الاسبرمات تطلع اثناء الايجاكيوليشن، لا بيطلع شويه ميوكس كلوبريكانت كده اثناء السكشوال انتركورس بيبقى فيها شويه سبرم. زائد ان ممكن الراجل وهو بيعمل ويزدرو للبينس اثناء السكشوال انتركورس يقع شويه سبرم، يعني يحصل دروب لشويه سبرم بفور الايجاكيوليشن. يبقى كلام تاليف. يبقى الراجل بيبقى ده بيبقى انترفير وحاجه اسمها سكشوال ساتسفاكشن. طب الست اللي حصل لها حاجه اسمها بيلفيك كونجيشن سندروم، زائد شويه كلام تاليف. اول حاجه ان ممكن الراجل يبقى عنده حاجه اسمها بريماتور ايجاكيوليشن، ممكن يبقى لاك اوف سيلف كنترول، في شويه سبرمات بتقع قبل الايجاكيوليشن، اما كمان البري ايجاكيوليتوري ميوكاس كان موجود في شويه سبرمات. فين ان البري ايجاكيوليتوري ميوكاس ما المفروض بيطلع ميوكاس اثناء السكشوال انتركورس عشان يعمل كالوبريكانت، فلو طلع ميوكاس من عند الراجل ده بيبقى فيه اصلا شويه سبرمات، يعني السبرمات دي مش بتطلع مع الايجاكيوليشن، لا في شويه سبرمات برده بتطلع مع الميوكاس. فكده كده هو متحكم في نفسه وشال البينس قبل الايجاكيوليشن، بس هو اصلا كده كده بيطلع شويه سبرمات مع الميوكاس. يبقى كده الطريقه دي حلوه ولا وحشه؟ وحشه. طب هل البتاع دي ادت بروتكشن اجينست سيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ مش مكتوبه، فانا ممكن اكتبها في الديس ادفانتج ان البتاع ديت ما بتديش بروتكشن اجينست سيكشوال ترانسميتد ديزيز. تمام. في اي مشكله في اول طريقه اللي اسمها ناتشرال ميثود، مين احسن طريقه في الثلاثه؟ مين احسن طريقه في الثلاثه؟ الاولانيه اللي اسمها فيرتيلتي اويرنس ميثود. اصل اللاكتيشنال امينوريا ميثود دي بتقعد اصلا كام؟ 6 شهور، انما الثانيه سيف. طب اللي بعد كده هرمونال، وده بقى اللي هيجي فيها سؤال نظري. هرمونال عندنا في حاجه اسمها اورال كونتراسبتيف بيلز، وحاجه اسمها انجكتابل كونتراسبتيف بيلز، وفي حاجه اسمها سبديرمال. يبقى عندنا في حاجه اسمها اورال، وعندنا في حاجات بتبقى انجكتابل وحاجات بتبقى سبديرمال. اشهر حاجه بقى واشهر سؤال بيجي في الامتحان هو السي او سي، اللي هو كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. اسمها كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، يعني موجود فيها مين؟ كومبايند موجود فيها مين؟ هرمونات استروجين وبروجسترون. انا هعمل ايه؟ انا هضرب السايكل دي،
يعني معنى كده ان انا هتحك انا دلوقتي هاثر على الفسيولوجي صح، يبقى هنا هيبقى في عيب ان انا اثر على الفسيولوجي. انا بدي حاجه اسمها كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، دي بتشمل استروجين وبروجسترون. ايه بقى المود بتاع الاكشن بتاعهم؟ الاستروجين هيعمل حاجه والبروجسترون هيعمل حاجه. وانا لما بدي استروجين بيعمل ايه في الاف اس اتش؟ لو انا اديت استروجين هيعمل ايه في الاف اس اتش؟ مش هيعمل نيجاتيف فيدباك. فايه الاف اس اتش اللي انا محتاجه اصلا عشان يحصل اوفيوليشن؟ فكده الاستروجين هيمنع الاوفيوليشن. انا بتكلم في الميكانيزم بتاعهم كل واحد عمل ايه. يبقى الاستروجين ده قلل الجلوتامين ريليزنج هرمون وبالتالي منع الاوفيوليشن، دي المين ميكانيزم. طب البروجسترون، هو البروجسترون كان بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ مش بيعمل في حاجه اسمها سيكريتوري تشينج، فكان بيعمل حاجه اسمها استروما القديمة. فالاستروما القديمة دي تضغط على البلاد فيسل فيقل البلاد سبلاي اللي رايح للاندوميتريوم، فيحصل حاجه اسمها اندوميتريال اتروفي. ولو حصل اتروفي في الاندوميتريوم يحصل ينفع يحصل امبلانتيشن للاوفا ولا ما يحصلش؟ ما يحصلش. يبقى تاني يعني الاورال كونتراسبتيف بيلز عندنا في حاجات كومبايند، في حاجات كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز وحاجات بروجسترون اونلي بيلز، في حاجه اسمها سيكوينشال بيلز مش هنشرحها، احنا هنشرح اللي هو الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز والبروجسترون اونلي بيلز، دي الحاجات الاورال. بعد كده في حاجات انجكتابل، بعد كده في حاجات سبديرمال. نمسك الاورال ونشرحها. هنبدا الاول بحاجه اسمها كومبايند اورال كونتراسبتيف، ودي بتشمل حاجتين استروجين وبروجسترون. المود بتاع الاكشن هنعرف الاستروجين عمل ايه والبروجسترون عمل ايه. الاستروجين ده لما بديه هيعمل نيجاتيف فيدباك ويقلل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ويقلل الاف اس اتش فيمنع الاوفيوليشن. اما البروجسترون بيروح جاي على الاندوميتريوم بيعمل في حاجه اسمها سيكريتوري تشينج، فبيعمل جلاندولار استروما. الاستروما بتاعت الاستروما دي لما حصل فيها اديما بيعمل الاستروما القديمه، القديمه بتضغط على البلاد فيسل اللي رايحه للاندوميتريوم فيحصل اندوميتريوم اتروفي، وبالتالي هيبقى نوت سيتابل ان انت تعمل له امبلانتيشن. تمام. الانواع تاليف، ايه الانواع اللي عندنا؟ عندنا في حاجه اسمها كومبايند فيكسد دوز بيلز، في حاجه اسمها باي فيزيك، يعني كومبايند فيكسد دوز بيلز اللي هي المونو فيزيك، في حاجات مونو فيزيك وفي حاجات باي فيزيك وفي حاجه اسمها تراي فيزيك. اللي بيستخدم دلوقتي في السوق هي الحاجات الباي فيزيك اللي هو الشريط الملون. المونوفيزيك ده بيبقى شريط لون واحد، يعني البرشام كله لون واحد. المونوفيزيك ده يعني الحبايه الواحده يا ساره موجود فيها استروجين وبروجسترون. مونوفيزيك الحبايه الواحده فيها استروجين وبروجسترون، يعني الاثنين مع بعض. اما البايفيزيك، البايفيزيك ده بيبقى 28 حبايه، ما كده كده البتاع ده كله 28 حبايه. بيبقى فيه برشام موجود فيه استروجين بس وبرشام موجود فيه بروجسترون، ده اللي هو البايفيزيك. اللي بيستخدم دلوقتي هو البايفيزيك. هنعرف بس اكزامبل على كل حاجه. المونوفيزيك ده موجود فيه الاستروجين والبروجسترون في نفس الحبايه، بيتقسم هاي دوز ولو دوز ولوست دوز، ده بناء على جرعه مين؟ بناء على جرعه الاستروجين. يبقى احنا دلوقتي بنشرح مين؟ بنشرح المونوفيزيك. المونوفيزيك ده موجود فيه الاستروجين والبروجسترون مع بعض في نفس الحبايه، بيتسمى يا اما هاي دوز يا لو دوز يا لوست دوز، بناء على جرعه مين؟ الاستروجين. لو كان الاستروجين جرعته 50 وحده في الحبايه دي يبقى هايست، طب 30 يبقى لو، طب 20 بيبقى لوست، وهم ما بيستخدموش ال 20 اصلي موجود فيه اللوست دوز من الاستروجين. يبقى انا استفدت ايه؟ ما مش هعمل حاجه. تمام. البتاع اللي هو المونوفيزيك بتتقسم اربعه جينيريشن، فيرست وسكند وثيرد وفورث جينيريشن. الفورث جينيريشن ده علموا عليه وانا بيجي في الام سي كيو. احسن دواء هو الياسمين، علموا على الفورث جينيريشن ده اسمه ياسمين. تمام. طب نيجي بقى انا علمنا بس على الحاجات اللي احنا عايزينها. طب في حاجه اسمها الباي فيزيك بيل. باي فيزيك بيلز دي ان هم مش الشريط فيه 28 حبايه، بيروح مديني اللي هو الاستروجين، يعني جرعه الاستروجين بتبقى ثابته في اول 21 يوم، بعد كده ببدا اضيف مين من اليوم ال 14؟ البروجسترون، يعني انا باثر على السايك. طب التراي فيزيك بيلز، التراي فيزيك بيلز ديت قال لك احنا عايزين نعمل زي الدوره بالظبط. الباي فيزيك دي تنشوف الاستروجين ثابت الاول، ثابت في كل الحبايه، بتبدا البروجسترون من يوم ال 14 تبدا تضيف. لو انت لا مش بتضيفه، ولو هي 10 يبقى 20 تضعفه، يعني هو اول 14 يوم هما الاثنين من اول حبايه لاخر حبايه الاثنين موجودين، بس في اليوم ال 14 في بتضعف من 14 البروجسترون بتضعف الكميه. تمام ماشي. طب في حاجه اسمها تراي فيزيك بيلز، تراي فيزيك بيلز ديت اكتبوا عندها كده بالعربي، هنعمل شبه الهرمونال تشينج اللي بتحصل في المنسترول سايكل. يعني تعالوا عند التراي فيزيك اكتبوا كده، هنعمل شبه الهرمونال تشينج بتاعت المنسترول سايكل. هي مكتوبه عندكم تقريبا شبه الهرمونال تشينج اللي بتحصل في السايكل. بعمل ايه بقى؟ باجي في اول 6 ايام
بتكون جرعه اللي هو الاستروجين 30 وحده في اول 6 ايام، جرعه الاستروجين 30 وحده. في الخمس ايام اللي بعد كده ببدا ازود جرعه الاستروجين بخليها 40 وحده. طب في اخر 10 ايام بقللها تاني 30، وده زي السايكل بالظبط. مش المفروض في اول ايام من السايكل يبقى الاستروجين قليل، بعد كده بيبدا الاستروجين يعلى، بعد كده الاستروجين بيقل، يبقى انا بعمل شبه السايكل بالظبط. تمام. طيب هنتكلم بقى على الادفانتج والديس ادفانتج بتاع ده السؤال اصلا النظر اللي بيجي، ايه الادفانتج والديس ادفانتج والانديكيشن والكونترا انديكيشن بتاعت اللي هو الاورال كونتراسيبتيف بيلز. سيبنا بقى من الكلام اللي فات ده كله، لو جه سؤال اسمه الادفانتج والديس ادفانتج والكونترا انديكيشن بتاعت الاورال كونتراسيبتيف بيلز، الاول خالص هشرح الميكانيزم بتاعتها. اي حاجه تيجي في الكونتراسيبشن اشرح الميكانيزم الاول، وبعد كده اتكلم على الادفانتج والديس ادفانتج براحتكم. ايه الادفانتج؟ الاورال كونتراسيبتيف بيلز دي انا بستخدمها ككونتراسيبتيف، يعني لها استخدامات كونتراسيبتيف واستخدامات نون كونتراسيبتيف. والاستخدامات النون كونتراسيبتيف هنمسك امراض النساء كلها اللي احنا استخدمنا فيها الكونتراسيبتيف بيلز. طب اللي هي الكونتراسيبتيف الادفانتج بتاعتها ان البتاعه ديت مش بتاثر على سيكشوال انتركورس. الحاجه الثانيه بتبقى افيلابل وبتبقى ريفرسبل، يعني لو وقفناها عادي هيحصل حمل بعدها عادي، يبقى البتاعه دي بتبقى ريفرسبل وبتبقى افيلابل ومش بتاثر على سيكشوال انتركورس. طب ليها استخدامات نون كونتراسيبتيف؟ تعرفوا بقى تقولوا كل الامراض اللي احنا مسكناها من الاول واستخدمنا فيها الاورال كونتراسيبتيف، بصوا كلمه واحده ايه؟ مش عارف ايه ستتدبر بامر الله. بص هقولها بالطريقه بتاعت احسن. احنا هنمسك، بصوا الحاجات اللي احنا بنستخدم فيها الاورال كونتراسيبتيف بيلز هي اي حاجه كانت استروجين ديبندنت. وعشان معنا يوم الخميس الحاجات اللي انا بستخدمها النون كونتراسيبتيف هي اي حاجه استروجين ديبندنت. مين بقى هي الحاجات اللي في المنهج كانت استروجين ديبندنت؟ رقم واحد اندوميتريال هايبربليزي، بعد كده حاجه اسمها اندوميتريال كارسينوم، الفايبرويد البتاع اللي هو البتاع الاندوميتريوزس والادينوميوزس والديسمينوريا اللي كان اسمها سبازموديك ديسمينوريا، وكان في حاجات اسمها على فكره بتاعت بتستخدم في التريتمنت بتاع الامينوريا، اللي هي الاورال كونتراسيبتيف بتستخدم في التريتمنت بتاع الامينوريا، كنت بستخدمها في حاجه اسمها ريجولار او ابنورمال يوترين بليدنج. يبقى انا كتبت يعني اي حاجه استروجين ديبندنت. ايه بص بي ام اس لا في حاجه اسمها بوست بون منستريشن، يعني متاخر يعني كانك بتستخدمها، لا مش فاهمها الصراحه. وفي حاجه اللي هي البوست بون منستريشن بتاخر الدوره شويه، يعني الناس اللي راحت حج يعني. تمام. يبقى المهم بس احنا نخلصها بكلمه واحده بس، ان هي اي حاجه استروجين ديبندنت. كتبنا خمسه ومش مهم الباقي. بوست بون منستريشن يعني الستات اللي راحت حج، ده الادفانتج. طب الديس ادفانتج بتتقسم بقى، في حاجات بتبقى ريليتد للميثود بتاعه الادمنستريشن، في حاجات بتبقى ريليتد للافكتيفنس، وفي حاجات ريليتد للسايد افكت. خلصنا الادفانتج وهنتكلم بقى دلوقتي على الديس ادفانتج بتبقى حاجات بتبقى ريليتد للميثود بتاعه الادمنستريشن، حاجات ريليتد للافكتيفنس، وحاجات ريليتد للسايد افكت. ايه بقى الحاجات الريليتد للميثود بتاعه الادمنستريشن؟ البتاع ديت الحبايه دي بتتاخد ديلي، فممكن الست تنساها، يبقى ريليتد للميثود بتاعه الادمنستريشن بتاعه بتتاخد ديلي. طب ريليتد للافكتيفنس، ريليتد افكتيفنس ممنوع الكونتراسيبتيف اللي هي الاورال كونتراسيبتيف دي تتاخد مع اي دواء تاني، لان اي دواء تاني ممكن يبقى انزيم انديوسر فيعمل فيها ايه؟ يكسرها، فكده الافكتيفنس بتاعتها تقل. بعد كده بقى في حاجات ريليتد للسايد افكت. ايه بقى الحاجات اللي هي ريليتد للسايد افكت؟ بصوا اكتبوا كده، جيجي اتجوزت سيسي، جيجي عندها بريست اتجوزت سيسي عند المأذون. انت بتستغربي السكيما ليه ما تكتبيها؟ انا لسه شرحت، انا هشرح حاجات ريليتد للسايد افكت. جيجي ليه جيجي اتجوزت سيسي اللي هي 2 سي عند المأذون، ماشي قولوها انطقوها بقى اللي هو المجزون يعني بالسي بالكاف، ماشي ام سي اس، او ممكن طريقه ثانيه، يعني ممكن طريقه ثانيه، جيجي عندها بريست اتجوزت سيسي وحطت ميسك، حطت ميسك ام اس اي جيجي 2 جي، ماشي جيجي عندها بريست يبقى 2 جي وبريست. تمام. اتجوزت سيسي اللي هم 2 سي وحطت ميسك ام اس سي، المهم المقدم ام اس سي. ناخدهم بقى واحده واحده، جيجي اللي هم ال 2 جي 2 جي طلع
كام واحد اللي هو الجي اي تي والجينيتاليا. عندها بريست هنتكلم على البريست سي سي اللي هو سي ان اس والكارديو فاسكولار، وحطت مسك اللي هو الام اس سي الام ميتابوليك والاس سكن والسي اللي هي كونجينيتال فيتال مالفورميشن. تمام، قبل ما نشرح الكلام ده كله بقى اكتبوا كده نقطتين، ان الاستروجين بيعمل حاجه اسمها ان الاستروجين بيعمل فومتنج، نوزيا فومتنج يعني. واكتبوا كده ان البروجسترون زي الالدوستيرون بيعمل سولت ووتر ريتينشن. يبقى الاستروجين بيعمل نوزيا فومتنج والبروجسترون زي الالدوستيرون بيعمل سولت ووتر ريتينشن. تمام، دي بتاعتي يكتبها في اي حته خليها هنا عشان تبقى صدور. يبقى الاستروجين بيعمل نوزيا فومتنج والبروجسترون زي الالدوستيرون بيعمل سولت ووتر ريتينشن، والبروجسترون بيعمل ريلاكسيشن في اي مصل. كده الكلمه دي هتخلص كل السايد افكت. البروجسترون بيعمل ريلاكسيشن في السموث مصل، يعني بيعمل ايه في البريستالسيس؟ بيقلل البروجسترون. البروجسترون بيعمل سولت ووتر ريتينشن وبيعمل السموث مصل ريلاكسيشن فبيقلل البريستالس. نمسكهم بقى واحده واحده. انا قلت جي جي هما كام جي؟ 2 جي، جي اي تي والجينيتاليا. تعالوا بقى نتكلم على الجي اي تي، ايه اللي ممكن يبقى موجود في الجي اي تي؟ اكيد مين نوزيا بوند، مين اللي عملها؟ الاستروجين. الاستروجين، والاستروجين بيعملها سنترال وبريفرال، يعني الاستروجين بيروح على الفيجال سنتر، يعمل له ستيميوليشن، وبيروح على الجي اي تي يعمل لها اريتيشن، يعني هو كده شغال سنترال وايه؟ وبريفرال، ده كده اللي هو الاستروجين. طب ليه بيحصل جول بلادر ستون؟ مين اللي يعملها؟ عشان بيحصل ريلاكسيشن. البروجسترون بيعمل ريلاكسيشن، بيقلل البريستالسيس، فيحصل حاجه اسمها جول بلادر ستون. يبقى الاستروجين عمل نوزيا فومتنج، عملها سنترال وبريفرال. بريفرال اللي هو عمل جاستريك اريتيشن، وسنترال اللي هو عمل ستيميوليشن للفومتنج سنتر. طب مكتوب عندكم ليفر، ما هو الليفر ده يقصد بيه كاننا بقى في الجي اي تي ان هو بيحصل حاجه اسمها جول بلادر ستون وبيحصل حاجه اسمها كوليستاتيك جوندس. ليه؟ يعني انا دلوقتي مقلل البريستالسيس وبالتالي يحصل جول بلادر ستون. طب نتكلم على حاجه اسمها الجينيتاليا بقى. الجينيتاليا الاول حاجه بيحصل حاجه اسمها منستيرول ديس اوردر. هو دلوقتي مش احنا استخدمنا استروجين وبروجسترون، فالاستروجين ده بوظ الفسيولوجي فممكن يحصل حاجه اسمها هايبومينوريا، زائد اصلا البروجسترون ده كان بيعمل اندوميتريال اتروفي، فاصلا في حاجه هيحصل لها شيدنج، في حاجه موجوده عشان يحصل لها شيدنج، فيحصل حاجه اسمها هايبومينوريا. او يحصل حاجه بقى كانت بتتقال في الايريجولار في الابنورمال يوتراي بليدنج اسمها بريك ثرو بليدنج. ده بتحصل امتى؟ لما الست تفقد، يعني ما تاخدش دوز، ما تاخدش حبايه في اليوم. هو المفروض كل ما الست دي بتاخد الحبايه معنى الحمل دي مش بيبقى موجود فيها بروجسترون، فبيضرب السبورت بتاع الاندوميتريوم، يعني بيعمل اندوميتريال اتروفي. طب لو هي فقدت حبايه كده يحصل اندوميتريال بروليفريشن، ترجع تاني تاخد الحبايه فيحصل الاندوميتريال اتروفي، بس كان في الاول حصل له بروليفريشن، فشويه البروليفريشن دول يقعوا فتنقط، فيحصل حاجه اسمها بريك ثرو بليدنج. طب في الحاله دي هتعمل ايه؟ لو ست فقدت جرعه تيجي في اليوم الثاني تاخد حبايتين، يعني تعمل دبل للدوز. يبقى الجينيتاليا بيحصل من السيرال ديس اوردر، هايبومينوريا وحاجه اسمها بريك ثرو بليدنج، وممكن يحصل اصلا امينوريا. ده اصلا كان من ضمن اسباب الامينوريا كان في حاجه اسمها بوست بيل امينوريا. تمام، يبقى السيرال ديس اوردر هي هايبومينوريا وبريك ثرو بليدنج. فهمنا يعني بريك ثرو بليدنج؟ البريك ثرو بليدنج بيحصل في حاله واحده بس، لما الست تعمل في الدوز ميسنج الدوز، وقفت فيحصل اندوميتريال هايبربليزيا وبروليفريشن وسكريتوري تشينج، ترجع تاني تاخد الحبايه اللي حصل له تشينج ده او السكريتوري تشينج يقع تاني فتنقط شويه دم، يبقى اسمها بريك ثرو بليدنج. تعمل ايه يا صالح في الحاله دي؟ تعمل دبل للدوز. تمام، او ده كده رقم واحد من السيرال ابنورمالتي على الجينيتاليا. رقم اثنين ان ممكن يحصل لها حاجه اسمها ليكوريا، يحصل عندها ديستشارج. فاكرين لما كنا بنشرح في الانفكشن في السيرفسايتس قلنا كان في حاجه اسمها سيرفايكال ايكتوبي. سيرفايكال ايكتوبي لما كان الكولومنر ايبيثيليوم بيغطي السكوماس ايبيثيليوم، كان في شويه كولومنر ايبيثيليوم تنزل تغطي السكوماس ايبيثيليوم، كان اسمها بيل ايكتوبي. وكان من ضمن اسبابها او اللي هو الايكتوبي يعني كان من ضمن اسبابها هرمونال وكونجينيتال وانفكشن. كان الهرمونال هو الكونتراسبشن، يعني لما الست دي تاخد كونتراسبشن يحصل عندها ميتابليزيا، بيتغير ان شويه سكوماس ايبيثيليوم يتغطوا بكولومنر ايبيثيليوم فاسمها بيل ايكتوبي.
طيب هو فاكرين برضو في شابتر الانفكشن كان عندنا ثلاث بكتيريات او ثلاث حاجات كبار بنقارنهم مع بعض، بكتيريا الفاجينوزس ترايكومونس فاجيناتس واخر واحد كان اسمه ايه مونيليزس، وكان المونيليزس استروجين ديبندنت كان من ضمن اسبابه لو كنت تاخد كونترسبشن. ليه بقى؟ اصل انت لما بتاخد استروجين كتير بيحصل اسيدي كتير، فالاسيدي تتموت النورمال فلورا، فمين اللي يدخل يضربها بقى؟ الفانجل اللي هو الكانديدا. عشان كده في الجينيتاليا بيحصل حاجه اسمها كانديدا فالفيتس وفاجينايتس. ليه؟ لان بتوع دي كانوا دول كانوا استروجين ديمنتال، الاستروجين هيزود الاسيدتي اكتر من اللازم فتموت النورمال فلور يعني لاكتوباسيلار فتدخل الكانديدا وتضربها. يبقى كده خلصنا جي جي اللي هم الجي اي تي والجينيتاليا. تاني بس عشان نحفظهم احنا قاعدين كده، الجي اي تي كان بيحصل فيها حاجتين، الاستروجين بيعمل نوزيا فونتي والبروجسترون فيعمل حاجه اسمها جول بلادر ستون وجونتس. دخلنا بقى كده الجينيتاليا، الجينيتاليا هيحصل فيها خمس حاجات، رقم واحد من السيرول ديس اوردر، يا اما هايبومينوريا يا اما بريك سلو بليدنج يا اما امينوريا، بعد كده ليكوريا، بعد كده في حاجه اسمها بيل اكتوبي، بعد كده حاجه اسمها كانديدا بالفيتس وفيجينايتس. ولو كانت الست دي عندها فايبرويد يحصل ايه في حجم الفايبرويد؟ يزيد لان الفايبرويد استروجين. ولو كان عندها اندومتريوزس هيزيد، اي حاجه استروجين انت هتزيد. تمام. طب بالنسبه للبريست مش احنا قلنا جيج عندها بريست؟ طيب هو الاستروجين يا جماعه بيعمل ايه في البرولاكتين؟ الاستروجين بيعمل ايه في البرولاكتين؟ بيقلله ولا بيزوده؟ بيقلله. الاستروجين والبرولاكتين هما الاثنين عكس بعض، يعني بس انت دلوقتي مش بتديها استروجين يعمل ايه في البرولاكتين؟ يقلله. فلو كانت الست دي بترضع هيحصل ايه في اللبن اللي عندها؟ هيقل، فيحصل عندها نقص في الميلك سيكريشن في الست اللاكتيشن. عشان كده بصوا كمان شويه، لما اجي واحده ست حامل خلفت وعايزه بعد الخلفه تاخد كونترسبشن، اديها اورال كونترسبتيف اللي هي الكومبايند ولا اديها البروجسترون بس؟ بيو بي. اديها بروجسترون بس، اصل الكومبايند فيها استروجين، فالاستروجين هيعمل ايه في اللبن اللي عندها؟ هيقلله. عشان كده هنا في البريست قال لك ان الاستروجين هيقلل الميلك سيكريشن في اللاكتيشن وومن، ده زائد كمان ان الاستروجين بيزود الريسك بتاع البريست كانسر. فين؟ ما هي لسه هقول الكلام ده هنا. يبقى دلوقتي يبقى انا دلوقتي ايه هديكم كمان شويه لما نيجي نقول ايه الانديكيشن بتاعه البروجسترون اول ايفنتس هتستخدموها في الست اللاكتيشن عشان كان الاستروجين بيقلل البرولاكتين. طب لما نيجي نتكلم على حاجه اسمها اللي هو السينس، بيحصل حاجه اسمها هيديك وديبريشن، اي تاليف في السينس. طب بالنسبه للكارديوفاسكولار، فاكرين الكلمتين اللي احنا كتبناهم في الاول ان البروجسترون كان بيزيل الالدوستيرون بيعمل ايه؟ السولت ووتر ريتينشن، زائد ان هو بيزود ال LDL الوحش فيعمل اثيروسكليروزس. تخيلوا واحد عنده اثيروسكليروزس وعنده سولت ووتر ريتينشن، فيحصل في الضغط بتاعه. فعشان كده في الكارديوفاسكولار العيان بيدخل في حاجه اسمها هايبرتنشن، يدخل في حاجه اسمها اثيروسكليروزس وثرومبوزس، فممكن يدخل في دي في دي وبالمونري امبوليزم. يبقى الكارديوفاسكولار العيان دخل في هايبرتنشن عشان حاجتين، عشان السولت ووتر ريتينشن وعشان زياده ال LDL الوحش، فدخل في اثيروسكليروزس مع الاثيروسكليروزس والسولت ووتر ريتينشن الاثنين علوا الضغط. وكمان الاثيروسكليروزس مش بيزود الثرومبس فممكن يدخل في دي في تي وبالمونري امبوليزم. طب كده خلصنا جي جي عندها بريست اتجوزت سيسي وحطت مسك. تمام. الاس المسك اللي هو الام والاس والسي، الام اسمها ميتابوليك، توقعوا البادي ويت هنا هيحصل له ايه؟ يزيد ليه؟ السولت ووتر ريتينشن، عشان السولت ووتر ريتينشن. طب بالنسبه للليبيد مين اللي هيبقى زايد، ال ال دي ال ولا ال اتش دي ال؟ ال دي ال. ال دي ال فبيزيد حاجه اسمها الاثيروسكليروز. الميتابوليك هنتكلم على البادي ويت وهنتكلم على الليبيد. البادي ويت قلنا البادي ويت بيزيد عشان حاجه اسمها السولت ووتر ريتينشن. طب بالنسبه على الليبيد بيزيد حاجه اسمها ال ال دي ال فبيزيد الاثيروسكليروز اللي كان من شويه بيعمل هايبرتنشن والمينرال امبوليزم ودي في دي. اما على الكربوهيدرات الحاجات دي بتعمل حاجه اسمها هايبر جلايسيميا، لان الحاجات دي كلها اصلا انتي انسولين فبتعلي السكر. طب بالنسبه للسكن، السكن البروجسترون ده بيعمل حاجه اسمها ويت جين صح؟ فبص على السكن، على السكن منفخ في ويت جين عشان سولت ووتر ريتينشن. والبروجسترون كمان بيعمل حاجه اسمها هير لوس واكني، يعني الاكني والهير لوس والويت جين الحاجات دي كلها بتاعه البروجسترون. فضل اخر حاجه بقى في كلمه مسك وحرف السيس، لو الادويه دي اتعدلوا ولو اديتها لست وهي حامل هتعدي من البلاسينتا وتروح رايحه للعيل، فتعمل حاجه اسمها كونجينيتال فيتال مالفورميشن. فاكرين اللي هي كلمه فاكتيريل سندروم؟ هي الحاجات الفاكتيريل
طيب كده خلصنا الادفانتج والديس ادفانتج. يعني عشان السؤال ده هو اهم سؤال اصلا في الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. ايه الادفانتج بتاعتها؟ كان لها حاجات كونتراسبشن وحاجات نون كونتراسبشن. الحاجات الكونتراسبشن اللي هي كانت ريفرسبل وكانت افيلابل ومش بتاثر على السكشوال انتركورس. اما الحاجات اللي هي نون كونتراسبشن كنت بستخدمها في اي حاجه استروجين ديبندنت، صح؟ بستخدمها في استروجين ديبندنت. انا كنت بستخدمها في التريتمنت بتاع الاندوميتريال هايبربليزيا والاندوميتريال كارسينوما، بس مع يا جماعه كان في الحاجات دي كنت بديها عادي، بس كنت بزود جرعه البروجسترون اكتر من الاستروجين، تمام؟ والحاجات دي كنت بستخدمها في التريتمنت بتاع الاسبازموديك ديسمينوريه، بس انا في حاجه اسمها بوست بون منستريويشن عشان الستات اللي هي بتروح تحج. الديس ادفانتج كانت حاجات ريليتد للبتاع الادمنستريشن بتاع بتاخد ديلي، فلو الست بطلتها يوم هيحصل لها حاجه اسمها بريكسرو بليدنج، ساعتها تتعامل بتعمل ايه بقى؟ تعمل دبل بالدوز. طب حاجات ريليتد للافكتيفنس ينفع تاخدها مع اي دواء ثاني؟ تعمل حاجه اسمها انزيم، اصل الادويه الثانيه انزيم انديوسر هتتكسر. طب السايد افكت بتاعها جي جي عندها بريست اتجوزت سيسي عند المعزوم، الجيل الاولاني كان اسمها جي اي تي. ايه اللي بيحصل في جي اي تي؟ نوزيا فوق. مين اللي عمل نوزيا فومتنج؟ الاستروجين. طب الجول برادر ستون والجوندس مين اللي عمله؟ البروجسترون. عشان تبص لما يجي كمان شويه نشرح البروجسترون قول لي بيلز هتقول السايد افكت بتاعت البروجسترون نفسه. طب بالنسبه للجينيتال منستيرال هايب ابنورماليتي بقى، هايبومينوريه امينوريه بريكسرو بليدنج انفكشن فالفيتس وفاجينايتس بس بالكند ده ليكوريا، ولو كانت في فايبرويد هيزيد حجمه. طب بالنسبه للبريست يقل اللاكتيشن في الست البريجننت وزائد بريست كانسر، مين اللي عمل كده؟ الاستروجين. عشان كده لما اجي ادي كمان شويه ست بترضع لازم اديها ايه من بره؟ بي او بي اللي هو البروجسترون اللي بينزل. السي ان اس ده كلام تقريبي في هيدك ودبريشن. طب الكارديو فاسكولار ليه بيحصل زياده في الضغط؟ وايه تاني؟ والحاجات دي بتزود ال LDL فبيحصل اثيروسكليروز. طب بالنسبه لكلمه مسك ميتابوليك، الكربوهيدرات بتزيد عشان الحاجات دي انتي اكس، ال LDL بيزيد فيعمل اثيروسكليروز ويحصل ويت جين عشان سولت ووتر ريتينشن. طب السكن حاجات البروجسترون يعمل هير لوس وبيعمل اكني وإديمة اللي هو ويت جين. اما الكونجنتال الاخيره يحصل حاجه اسمها كونجنتال فيتال مالفورميشن. السؤال اللي بعد كده ايه الكونترا انديكيشن في الاكني دوت؟ البروجسترون بيعمل له ورس والاستروجين بيصلحه. اه ما انا بقول لك لو كان الجرعه البروجسترون هي اللي عاليه اكتر هو اللي يعمل اكل، بس الفيرست والسكند جينيشن بس السيرد والفورس بيصلحه. ماشي. طب تعالوا بقى نتكلم على الكونترا انديكيشن. مش انتوا حطيتوا اللي هي الديس ادفانتج قدامكم اللي هو الجي جي عندها بريست وسي سي وكلمه مسك؟ شوفوا ايه الحاجات الوحشه اللي هنا وزودوها هتبقى هي ديت الكونترا انديكيشن بتاعت الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. بمعنى الحاجات الابسوليوت ممنوعه خالص، همسك الجي اي تي. ممنوع في حالات الليفر سيروزس او اكيوت ليفر ديزيز، اصل البتاع ده كان بيعمل كوليستاتيك جوندس. انا همسك برضو نفس الكلمتين جيجي وسيسي وجيجي عندها بريست، فامسك جيجي اللي هو الجي اي تي بس هسوق الحاله بقى اكيوت ليفر ديزيز وليفر سيروزس وليفر تيومر. طب على اللي هو الجينيتاليا، مش الجينيتاليا كان في حاجه اسمها منسترول ديس اوردر، فالبتاع ده هيبقى ممنوع في اي ان اكسبليند فاجينال بليدنج. ان اكسبليند فاجينال بليدنج يبقى كده دي جينيتاليا، والاكيوت ليفر ديزيز او السيروز والكلام ده كله ده الجي اي تي، تمام؟ طب بريست هو البتاع ده مش كان بيزود البريست كانسر وكان بيقلل اللبن في الست اللي بترضع، فالبتاع الابسوليوت كونتر انديكيشن في البريست كانسر وبريست فيدنج اقل من 6 اسابيع. يعني ست لسه مخلفه اهي وبقى لها 6 اسابيع مخلفه، اكيد مش هديهولها، ما 6 اسابيع ديت يعني شهر ونص، فهي لسه ابنها عايز اللبن بتاعها ده، فممنوع في البريست كانسر والبريست فيدنج اقل من 6 اسابيع. طب على الكارديو فاسكولار بتاع ده كان بيعمل ايه على الكارديو فاسكولار؟ مش كان بيعمل هايبرتنشن وكان بيعمل دي في تي وبالمونري امبوليزم، لان هو الحاجات دي بتعمل ثرومبس. فالابسوليوت كونترا انديكيشن لو حصل مالجنت هايبرتنشن وايه بقى وثرومبو امبوليك ديزيز وفالفولار هارت ديزيز. طب مش كان في الست الحامل لو خدته يحصل كونجنيتال فيتال مالفورميشن؟ يبقى هو ابسوليوت كونترا انديكيشن في الست البريجننت. يبقى الابسوليوت جيبوها بنفس كلمه الديس ادفانتج. يعني انا هحط الجي اي تي اعمل فيه ايه، الجي تاني اعمل فيها ايه، البريست اعمل فيه ايه، الكارديو فاسكولار اعمل فيه ايه، والكونجنيتال فيتال مالفورميشن اعمل فيها ايه. فقلت اول حاجه على الجي اي تي ممنوع خالص في الاكيوت ليفر ديزيز والسيروس والتيوبر. دخلت على الجينيتاليا ممنوع في اي ان اكسبليند فاجينال بليدنج. طب جيت يا ساره على البريست ممنوع في البريست كانسر او اي ست بترضع اقل من 6 اسابيع بعد الولاده. طب الكارديو فاسكولار ممنوع في المالجنانت هايبرتنشن واي حاله يحصل فيها امبوليزم ثرومبو امبوليك ديزيز، ممنوع في الست البريجننت عشان بيعمل كونجنتال فيتال مالفورميشن. طب تعالوا برضو نتكلم على الحالات الريلاتيف.
الريلاتيف برضه هاخد جي جي واخد سي سي والبريست. على الجي اي دي ممنوع في الجول بلادر ديز بس ريلاتيف يعني ممكن اديها وما ادهوش حاجات ريلاتيف اهو. فوق كان الليفر مضروب خالص هنا جول بلادر ديزيز. طب جيت على حاجه اسمها اللي هو الجينيتاليا مفيش جينيتاليا هنا فخدنا البريست على طول. البتاع ده ممكن اديه في واحده بريست فيدنج من بعد الست اسابيع بقى من الولاده بعد الست اسابيع انما هو كان ممنوع اصلا امتى اقل من ست اسابيع او انا ممكن اديه بعد ثلاث اسابيع من الولاده بس لو كانت الست دي ما بترضعش بريست فيدنج يعني لو كانت معتمد على اي حاجه من بره يبقى حاجتين هم مع بعض ممكن اديه بعد ست اسابيع يعني من ست اسابيع لست شهور عادي بعد الولاده وممكن اديه في واحده حنين في اول ثلاث اسابيع من الولاده عادي بس الست دي كانت بتعمل سبلمنتيشن من بره. طب بالنسبه على الكارديو فاسكولار مش فوق كان ممنوع في الملاجنت هايبر تنشن يبقى تحت ريلاتيف في المايلد تو مودريت هايبر تنشن. زودنا السي ان اس ان هو ممكن يبقى ريلاتيف ممكن اديه في حالات الابيليبسي تمام زائد اللي انا ممكن اديه او ما ادهوش مع واحده بتدخن او واحده بتاخد انتي ابيليبتيك او انتي بايوتيك من بره. ليه بقى؟ اصل التدخين فيه نيكوتين والانتي بايوتيك والانتي بايوتيك الحاجات دي كلها انزيم انديوسر فممكن تكسره ففي الحاله دي هتعمل ايه يا حنين لو هو ممكن يكسر معايا دواء اقلل جرعه الدواء الاولاني اللي انا بديه من بره وازود جرعه الكومبايند اورال كونتراسبتيف تمام يعني البتاع ده ريلاتيف كونترا انديكيتد مع الست اللي بتدخن او بتاخد انتي بايوتيك او انتي بايوتيك عشان دول كلهم فيهم انزيم انديوسر فبيكسروه فانا في الحاله دي اقلل جرعه الاولاني وازود جرعه بقى اللي هي الكومبايند اورال كونتراسبتيف. اخر حاجه بقى في الكومبايند اورال كونتراسبتيف حاجه اسمها جنرال انستراكشنز ايه التعليمات اللي انا ممكن اديها للست دي ودي لازم تتكتب قبل ما ادي الست دي هتديها حبوب مانع الحمل اخد منها هيستوري واعملها اكزامينيشن. تخيلوا لو الست دي كان عندها بريست كانسر او الست دي عندها مالجنت هايبر تنشن اديها الحاجات دي؟ لا المهم قبل ما ادي البيلز بعمل حاجه اسمها هيستوري اند اكزامينيشن عشان اشوف واكتب معاها الكونترا اندكيشن. ما جاء قبل كده سؤال في الامتحان اسمه ايه الجنرال انستراكشنز بتاعت الكومبايند اورال كونتراسبتيف وهتلاقيها مكتوبه عندكم خمس سطور وكان عليها 10 درجات اكتب لي بقى في الامتحان. مش اول نقطه كان بيقول بعمل هيستوري اند اكزامينيشن عشان اشوف لو الست دي عندها كونترا انديكيشن فاروح كاتب كل الكونترا انديكيشن هكتب كل الكونترا انديكيشن تمام. بعد كده هقول للست ديت انت هتبداي تاخد البتاع ده في اول ما ينزل عليك الدم يعني البتاع ده بتاخد في اول خمس ايام من السايكل وتكملي بعد كده واقول لها بقى اوعي تنسي ثلاث جمل كده حنين اوعي تنسيه اوعي تاخدي معاه اوعي تاخديه بس ثلاث حالات اوعي تنسيه اوعي تاخدي معاه اوعي تاخديه هنفسرها اهو اوعي تنسيه يعني اوعي تقول لها اوعي تنسي الدوز اوعي يحصل عندك حاجه اسمها ميسنج للدوز يعني معناها ايه خد الجرعه اسون اس بوسبل تمام. ولو انت فقدتي اكتر من حبايه لو الست دي فقدت اكتر من حبايه بتروح واخداها تاني يوم بس مضاعفه الجرعه يعني واقول لها كده لو حصل عندك حاجه اسمها لو انت بتاخدي البتاع ده وحصل عندك حاجه اسمها فومتنج عرفيني. يبقى اول حاجه اوعي تنسيه اهو اوعي يحصل حاجه اسمها ميسنج للبيلز تمام. لو فقدت حبايه او اكتر فطبعا هي بتضاعف الجرعه عشان انا خايف يحصل لها حاجه اسمها ايه من شويه بريك ثرو بليدنج. طب ده كده اوعي تنسيه. طب اوعي تاخدي معاه اي ادويه انتي بايوتيك او اي سيداتيف او اي حاجات انتي ابيليبتيك او انتي هيستامينيك اصل الحاجات دي كلها نظام ايه فتعمل ايه في الافكتيفنس فهي لو راحت لاي دكتور تاني تكشف عنده تقول له انا باخد كونتراسبشن عشان يا حنين لو اداها الدواء يقول لها ضعفي جرعه الكونتراسبشن او يقول لها جرعه الانتي بايوتيك اللي هي بتاخده. طب اوعي تاخديه لو الست دي داخله عمليه لازم توقف الكومبايند اورال كونتراسبتيف شهر قبل العمليه وشهر بعد العمليه. ليه بقى؟ اصل بتاع ده مش كان بيعمل بالمونري امبوليزم ودي في تي وثرومبوزس فلازم توقفه يعني بتاع ده بيزود الريسك اوف ثرومبوس. احنا كده خلصنا كومبايند اورال كونتراسبتيف هو اكبر سؤال اصلا في الشابتر وده اللي بيجي كل سنه. طيب اوعي تاخديه لو داخله عمليه يعني توقفه تمام. نيجي بعد كده نتكلم على حاجه اسمها بروجسترون اونلي بيلز. مش هقول اي كلمه جديده فيها. بروجسترون اونلي بيلز اللي هو البي او بي فكرته ايه؟ هو البروجسترون ده بيعمل ايه؟ انا عايز اتكلم على الاكشن بتاعه ولكن على فترات متباعده. اللي هم يعني الميني بيلز ميني بيلز او البروجسترون بيلز تمام. البتاع ده بيبقى موجود فيه بروجسترون بس
المود في الاكشن بتاعه برضو الكلمتين احنا لسه قايلينهم من ورا ان البتاع ده البروجستيرون ده كان بيعمل ايه؟ بيعمل على الاندوميتريوم، بيعمل حاجه اسمها استروما القديمه، والاندوميتريال القديمه دي هتضغط على البلاط فيسل فيقل البلاط سبلاي رايح للاندوميتريوم فيحصل حاجه اسمها اندوميتريال اتروفي وبالتالي يمنع الامبلانتيشن. هل هنا الدواء ده موجود معاه استروجين؟ فهناك كان الاستروجين بيمنع الاوفيوليشن خالص بنسبه 100%، هنا بقى البتاع ده بيمنع الاوفيوليشن بنسبه 50%. يعني انا الاوفيوليشن ممنوع بنسبه 50%، يعني ممكن من البتاع ده كسايد افكت ممكن يحصل معاه حمل عادي. زودوا بقى كمان في المودل بتاع الاكشن بتاعه ان البتاع ده بيقلل الموتيليتي بتاعه التيوب، مكتوبه ولا لا؟ بيقلل حاجه اسمها تيوب الموتيليتي. البتاع ده بيقلل الموتيليتي بتاعه التيوب صح، عشان كده لو قلل الموتيليتي بتاعه التيوب وحصل فيرتلايزيشن ممكن الاوفم ما تتحركش وتروح لليوترس، فممكن يحصل ايه بقى يا حنين؟ اكتوبك بريجننسي. يبقى البتاع ده بيعمل انهيبيشن الاوفيليشن بنسبه 50%. في دواء من ضمن ادويه البروجستيرون اسمه سيرازيت. سيرازيت ده بيمنع الاوفيليشن بنسبه 97% تقريبا. تمام. الحاجه الثانيه ان هو بيعمل اندوميتريال اتروفي فبيمنع الامبلانتيشن. الحاجه الثالثه ان هو بيقلل الموتيليتي بتاعه التيوب. الحاجه الرابعه بقى وهي المهمه ان هو بيزود او بيعمل مشاكل في السيرفايكال، يعني بص بيزود السيرفايكال ميوكوس هوستيليتي. بمعنى هو البروجستيرون بيعمل في السيرفايكال ميوكوس بيخليه سك وفيسد، فلو خلى السيرفايكال ميوكوس سك يجي السبيرم يعدي يلاقي السيرفايكال ميوكوس سك، يعرف يعدي ولا ما يعرفش؟ ما يعرفش. طب امتى بندي استروجين في اليوم الخامس تقريبا من لما احنا كنا بنعمل الدشن اوكيليشن؟ كنت بدي الكولوميد في اليوم الخامس. بدي البروجسترون. بدي استروجين مش البروجسترون هو اللي كان بيخليه فيزل سك؟ عشان اعمل اوفيليشن كنت بدي استروجين. طب ايه الانديكيشن اللي عندي؟ حاجه انتوا عارفينها، ايه الانديكيشن بتاع ده؟ هو احسن كونتراسبشن للست الايه؟ اللاكتيشن. بديه كمان امتى؟ بديه في اي حاله فيها الاستروجين كونترا انديكيشن. تعرفوا بقى من ورا ايه الحالات الاستروجين فيها كونترا انديكيشن؟ دي في تي، بالمونري امبوليزم، لو في نوسيا او فومتنج، لو في اي مشاكل في الكاردياك. يبقى لو السيتي دي دخلت في اي سايد افكت من الاستروجين. تمام. طب ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ اولا بتاع ده افكتيف ولا ليس افكتيف؟ هو بيعمل انهيبيشن اوفيليشن بنسبه كام في الميه؟ 50%. يبقى هو ليس افكتيف. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يعمل حاجه اسمها ريجولار يوترين بليدنج. ليه؟ لان الاندوميتريوم هنا مش معمول له سبورت ولا بروجستيرون، يعني في واحد بس متحكم فيه، الثاني نلغيه خالص. تمام. البتاع ده اهم كلمه في الديس ادفانتج بتاعته اللي هو بيقلل التيوب الموتيليتي، فلو قلل التيوب الموتيليتي يحصل حاجه اسمها اكتوبيك ايه؟ بريجننسي. طب ايه هي الكونترا انديكيشن بتاعه البروجسترون اونلي بيلز؟ اول حاجه كلام سهل، لو ست عندها باست هيستوري ان هي اكتوبيك بريجننسي، لو ست عندها هيستوري ان هي عندها ايريجولار يوترين بليدنج، لو ست اصلا عندها حساسيه من البروجسترون. تمام. يبقى البتاع ده عرفنا ان هو عمل في الاكشن بتاعه كام حاجه؟ اربع حاجات. عشان يا جماعه دلوقتي هنشرح انجكتابل كونتراسبتيف، والانجكتابل ديت ما هي الا برضه يا اما استروجين بروجسترون مع بعض يا اما بروجسترون لوحده، يعني نفس الاكشن ونفس السايد افكت ونفس كل حاجه هتتقال تاني. بس تاني نتكلم عن البروجسترون ميلي بيلز. البتاع ده المود في الاكشن بتاعه عمل اربع حاجات، بيخلي السيرفايكال ميوكوس سيك وفيسيت فيمنع من السبيرم ان هو يعدي، بيقلل التيوب الموتيليتي عشان كده عيبه ان هو ممكن يحنين يعمل اكتوبيك بريجننسي، بيعمل اندوميتريال اتروفي فبيمنع الامبلانتيشن، بيعمل انهيبيشن اوفيليشن بنسبه 50%. الاربع كلمات دول هيجيبوا لي الديس ادفانتج. هو بيعمل انهيبيشن اوفيليشن اسرع بنسبه 50%، يبقى هو ليس افكتيف. البتاع ده مش بيقلل التيوب الموتيليتي فممكن يعمل اكتوبيك بريجننسي. هو الاندوميتريوم شغال عليه دلوقتي هرمون واحد بس هو البروجسترون، فممكن يحصل ايريجولار يوترين بليدنج، زائد السايد افكت بتاعه البروجسترون من ورا. فاكر السايد افكت بتاعه البروجسترون؟ كان بيعمل سولت ووتر ريتينشن، ممكن يعمل إديمة، كان بيعمل اكني ويعمل هيرشتيزما. البروجسترون هو ده كان السايد افكت بتاعه. طب ايه الكونتر انديكيشن؟ مسكت الديس ادفانتج خليتها كونتر انديكيشن. ممنوع في الست اللي عندها باست هيستوري اوف اكتيفيك بريجننسي، ممنوع في الهيستوري اوف ايريجولار يوترين بليدنج، ممنوع في البروجسترون الرجي. تمام. اخر بقى حاجه في الكونتر في الهرمونال حاجه اسمها انجكتابل كونتر سيستم فيكسبل، اللي انت بتضيف فيكسبل تايب فين انت بتضيف كونتينوس بس فيكسبل تايب ادمنستريشن بس ده ده عشان ده كده في المسك. يعني الميني بيلز بتستخدم ديلي ادمنستريشن ايه ديلي؟ انا مسك كونتينوس هتفيكسبل تايب. ماشي. السرازيت دوت السرابيتك كونتس بتاعته 12 ساعه سيرازيت. ماشي. والسيرازيت كان بيعمل انهيبيشن اوفيليشن بنسبه 97%.
تعالوا نتكلم على حاجه اسمها انجكتبل كونتراسبتيف. والانجكتبل دي مكتوبه تحت خالص. في حاجه اسمها انجكتبل كونتراسبتيف. الانجكتبل دي كام نوع؟ عندنا في حاجه اسمها بروجسترون لوحدها او برضو كومبايند انجكتبل. والبروجسترون الدواء بقى في دواء اسمه ديبوبروفيرا علموا عليه بقى، ده كان في الامنوريه، ده اللي كان بيعمل شيرمان سندروم. كان في دواء اسمه ديبوبروفيرا ده بيعمل شيرمان سندروم اللي كان اسمها بوست بيل امنوريه. تحت انواع بتاع ده في حاجه اسمها بروجسترون اونلي بيلز، قصدي في حاجه اسمها بروجسترون اونلي انجكتبل او حاجه اسمها كومبايند انجكتبل. ديبوبروفيرا كان بيعمل حاجه اسمها شيرمان سندروم اللي كان في الامنوريه اللي اسمه بوست بيل امنوريه. يعني البتاع ده لما بديه واجي اوقفه يفضل البنت، يعني المفروض ما اوقفه والبنت يحصل لها انستريويشن عادي، لا هيفضل عندها امنوريه فتره. اسمه ديبوبروفيرا، ودي حقنه بتتاخد كل 3 شهور. هنتكلم بقى عليه. هو ايه هي الانديكيشن بتاعه البروجسترون قول لي ده؟ يعني اقلبوا بقى الورقه كده، اصل هو عندكم متقسم كذا، وبعد كده راح نتكلم عليهم بقى. الانديكيشن بتاعه البروجسترون قول لي نفس الانديكيشن بتاعه اللي هو الميني بيلز الاورال. يعني بدي برضو للست اللاكتيشن لو الست عندها اي كونترا انديكيشن للاستروجين، لو الست دخلت من الاستروجين سايد افكت. المود بتاع الاكشن بتاعه مش ده بروجسترون؟ بيعمل ايه البروجسترون؟ لسه قايلينه من شويه، بيمنع الاوفيليشن بنسبه كام في الميه؟ وبيعمل ايه في السيرفايكال ميوكس؟ يخليه سيكو فيس. طب ايه الادفانتج بتاعته؟ ان البتاع ده هو بيتاخد حقنه كل 3 شهور صح؟ يعني الادفانتج بتاعته ان هو نوت ديلي يوز. متجمعه في كلمه نسل يا جماعه، الادفانتج بتاعه البروجسترون اونلي بيلز متجمعه في كلمه نسل. الان اللي هو نو ديلي يوز لانها حقنه بتاخد كل 3 شهور، نو ديلي يوز. ال هو بيتاخد كل كام شهر؟ 3 شهور، يبقى هو لونج اكتنج. طب حرف الاس بقى في كلمه نسل، ان البتاع ده بيبقى سيف ويبقى هايلي افكتيف. يعني الاس بيبقى سيف وهايلي افكتيف. طب هل البتاع ده بيأثر على لاكتيشن؟ يبقى هو نو افكت على لاكتيشن. يبقى كلمه نسل عندي 2 ان، نو ديلي يوز، الان الثانيه ان هو نو افكت على اللاكتيشن. طب الاس البتاع ده بيبقى سيف، طب ال بيبقى لونج اكتنج. طب ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ هاخد نفس الديس ادفانتج بتاعت البروجستون اولي بيلز واقولها. يعني البتاع ده بيعمل ريجولار يوترين بليدنج، يعمل اكتوبيك بريجنسي. البتاع ده لو الحقنه دي البنت بطلتها هيتاخر عندها الحمل لمده 9 شهور. يعني بتاع ده بيأخر فيرتيلتي لمده 9 شهور حتى بعد ما البروجسترون اللي بيكتب ديت ما بيعملش، بيقلل الريدوس انسيدنس بتاع البريجنسي. لا بقول لك يعني هو بيقلل الانسيدنس بتاع الاكتوبيك بريجنسي، بس ممكن برضه يعمل اكتوبيك بريجنسي. ما هو برضه في فاريد، ما بتاع ده كان بيعمل انهيبيشن بنسبه 50% برضه. طب في حاجه اسمها، طب ليه البروجسترون انجكتبل تعمل اوستيوبروزس؟ وليه البروجسترون قول لي بيلز تعمل اوستيوبروزس؟ ليه الحاجات دي كلها اصلا تعمل اوستيوبروزس؟ انا باخد فيها بروجسترون بس. ما هو الاستروجين لان البروجسترون بيقلل الاستروجين، والاستروجين يعمل اوستيوبروزس. انا كده بتكلم على السايد افكت بتاعت البروجسترون قول لي بيلز. طب تيجي نتكلم على الكومبايند انجكتبل. كومبايند ديت فيها كام حاجه؟ استروجين. ليه هما بقى كانوا بيدوا الاول حقن البروجسترون بس، واصبحوا يدوا البروجسترون والاستروجين مع بعض؟ اصل الاستروجين لما اتاخد مع الحقنه دي قلل الايجولار ترين بليدنج. مش البروجسترون كان بيعمل ايجولار ترين بليدنج؟ قالوا خلاص احنا هندي معاه بروجسترون عشان قصدي مع استروجين عشان اقلل اللي هو الايجولار ترين بليدنج. وبرده الاوستيوبروزس معناها مش مكتوب. طيب الانديكيشن بتاعته او مش الانديكيشن، ايه قصدي المود وفي الاكشن بتاعه؟ هرجع تاني اكتب نفس المود بتاع الاستروجين بيعمل انهبيشن الاوفيوليشن، واروح واخد البروجسترون بيعمل كذا. يا جماعه كاني بنقل الدرس بتاع الكومبايند اورال كونتراسبتيف بالظبط. بص انا مش هعرف اي حاجه هنا، انا كاني بنقل الدرس بتاع اللي هو الكومبايند اورال كونتراسبتيف، بس بزود بس. يعني بتكلم شويه على الادفانتج. الادفانتج بتاعت البروجسترون كانت كلمه ايه؟ نسل. طب الادفانتج بتاعت اللي هو الاستروجين برده كلمه نسل، برده كلمه نسل. بس مش كان البروجسترون بيعمل من ستيرول ديستربنس ريجولار ترين بليدنج؟ هنا بقى ده هيقلل الريجولار ترين بليدنج. تمام. طب بالنسبه للديس ادفانتج، هكتب الديس ادفانتج بتاعت الاستروجين اللي ورا كلها. يعني يحصل نوزيا وفومتنج، يحصل الاستروجين كان بيزود اللي هو البريست كانسر، بيقلل اللاكتيشن. يعني هنقل نفس السايد افكت بتاعت الاستروجين اللي ورا. اهم حاجه بقى واحنا بنكتب الانجكتابل، في حاجه اسمها التايم اوف الانجكشن. مكتوب عندكم التايم اوف الانجكشن بناء على الست دي. لو الست دي بيجي لها منستريشن، يعني الست دي عندها منستريشن
وعايزه تاخد الانجكتبل كونتراسبشن هقول لها اول ما الدم ينزل عليكي مش الدم ده بيقعد 7 ايام في السبع ايام دول خد الحقن يعني خد الحقنه دي بس لو انت اخرت الحقنه بعد السبع ايام كده الدم مبقاش عندها اهو يا اما استخدمها من بره بارير يعني جوزك يستخدم كندم او انت تستخدمي حاجه اسمها فاجينال كندم برضه في ميل كندم ليه يا حنين اصل الست دلوقتي انا اديتها الحقنه اهي وهي نازل عندها الدم طب المفروض اخرتها بعد سبع ايام ما هو الست ديت داخله خلاص على الاوفيليشن اهو فلسه الحقنه دي بتاخد وقت لحد ما تشتغل فساعتها لازم جوزها يستخدم كندم وهي تستخدم كندم لحد ما مفعول الحقنه يشتغل ده لو ست منستريويشن طب لو ست بترضع لاكتيشن ينفع اديها الحقنه يعني خلفت النهارده اقول لها روحي خدي الحقنه بكره لا على حسب الست دي بقى هل هي لاكتيتنج ولا نون لاكتيتنج لو الست دي هترضع هديها بعد الست اسابيع طب لو الست دي مش بترضع هديها لها في اي وقت عادي بعد الولاده طب لو الست حصل لها ابورشن يعني الست دي خلاص ابورشن ومش هتخلي مش هترضع ولا حاجه يعني الست دي الست عندها ابورشن ومش هترضع بصوا عاملاها معامله اللي هي ست خلفت ومش هترضع فهتديها الحقنه في اي وقت immediate يبقى انا عندي كام ست كده اربعه لو الست جالها الادمنستريشن هديها الحقنه في اول 7 ايام طب لو هي اخرت بعد السبع ايام لازم جوزها يستخدم كندم لان وهي كمان تستخدم كندم عشان هي داخله على اوفيريشن والحقنه بتاخد وقت لحد ما تشتغل طب الست دي لو هترضع هديها الحقنه بعد 6 اسابيع من الخلفه طب لو مش هترضع هديها الحقنه في اي وقت طب لو حصل لها ابورشن هعملها معامله ست خلفت ومش هترضع هديها الحقنه ايميديت تمام